يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتور احمد الحربي حياك الله معنا. اهلا وسهلا فيك دكتور محمد، وان شاء الله اصابات الملاعب هي هدفنا، يعني ما ننساها وفيها الكثير، وان شاء الله نسلط الضوء على البعض. اكيد لا شك ان شاء الله دكتور. دكتور احنا دائما نتكلم عن اصابه الملاعب بشكل عام، لكن اغلب الدكاتره من نتكلم عن اصابات الملاعب يتكلمون عن اصابات المفاصل، مثلا اصابات الركبه، الرباط الصليبي، القضروف، او حتى اصابات الكاحل، الانكل، هذه هي اغلب الاصابات. لكن اليوم دكتور نتكلم عن اصابات ممكن ما طرحناها من قبل، لما نتكلم دكتور عن اصابه الساق. في مواضيع الاصابات الفتره اللي فاتت انا قمت اشوف اشرطه رياضيه بالطائره والتنس والبادل، وركزت هاليومين هذيل على القدم، قاعد اشوف شنو اصاباتهم اتذكر فيها. بس في اصابات عامه تحصل كثيرا لما اشتغلنا مع الطب الرياضي، حتى لو اعدادها اقل تسبب اعاقه للاعب، يهد لعبته ويقعد على الارض ما راح يقدر يكمل. من الالم. من الالم. نعم. مثال عظم الساق اسمه التيبيا بالانجليزي، من الداخل من على طول العظم، في الاوعيه الدمويه مع الانسجه تكون متضايقه، لما يركض اللاعب تصيب الناس اللي جدد على الرياضه، او الشخص اللي دخل في رياضه عنيفه، او الاطفال 13 سنه وهذول اللي يدخلون في البطولات. الأوعية الدموية تتدفق فيها الدم ومضغوطة ببعض الأنسجة تضغطها على العظم، الألم من شدته بعض الحالات تنكسر فيها العظم. واو. فذلك اللاعب يطيح ويقدر بعد شوية يقوم يلعب يكمل. فذلك هذه واحدة من الإصابات المهمة ولها علاجها. في عظم الركبة من هنا بالمنطقة هذه من الأمام، الوتر مال العضلات الرباعية يروح يمسك في عظم الساق علشان يمد الركبة، تكون مكان الوتر وهو نازل في العظم، منطقة العظم تصير خشنة وتصير هشة، يسمونها أوسجود شلاترر. هذه الإصابة المسكين اللاعب يلعب ويعاني، وبالعلاج الطبيعي التقليدي لا يمكن يقدر يشفى، لازم يدخل في المكملات الغذائية الجيدة، لازم يعيد الاتزان مال جسمه، وإلا راح يصير إعاقته مستمرة. نرجع إلى الشن سندروم، عظمة الساق لما يحوشنا في مشكلة نعالجها بالألتراساوند بالسونار، نعالجها بمساج العميق بنحرك الأنسجة، وفي الباد لاصق نقص شريط ضعيف نلزقه يم العظم مباشرة ونسوي له باندجينج. لما نضغط الباد بالباندج يدخل داخل، يضغط على الأوعية الدموية، يضغط على المكان، يريح المكان، يقدر يلعب يكمل لعبته. إذا كاختصاص علاج طبيعي وجوده بالملعب يخلي اللاعب ممكن يكمل اللعبة، وهذا شيء مهم. ممتاز دكتور، عندي الكثير من الأسئلة لكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل الحديث الشيق مع دكتور أحمد الحربي. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل. دكتور احمد كنا قاعد نتكلم عن الاصابات الرياضيه، وتكلمنا شوي عن اصابات الساق اللي ما كنا نطرحها من قبل في حلقاتنا، لكن دكتور الحين بسالك عن الاصابات، اذا كان في اصابات مثلا مميته او اصابات قاتله، شنو اللعبه دكتور وشنو الاصابه؟ ناخذ طبعا لعبه القدم تتصدر الاصابات معظمها كلها، ومع انه ممكن تحصل في اي لعبه. اصابه حارس المرمى لما يطقون الكرة على الجول ويروح يقفز لها ويروح براسه يضرب العارضة. هذه العارضة الدكتور مال لجنة طبية أولمبية كان تشيكي، أعطونا دورة هنا في الكويت،
يقول انت كاختصاصي علاج طبيعي تبي تدخل الملعب ما يصير تدخل بدون اذن الحكم. صحيح. يقول اذا شفت اللاعب لا تستشير الحكم ولا تخاف انه يطردونك من المواسم. يقول انا راح نتدخل ونرجعك. اذا اركض للاعب لازم يكون اختصاصي العلاج الطبيعي عنده ريسوسيتيشن اللي هو التنفس الصناعي والتدليك القلب الصناعي، لازم يتقن العمليات هذه لأن ممكن نلحق عليه وممكن يتوفى من ضربة الرأس. يعني مساج القلب طقات والتنفس الصناعي ممكن يرجع، ممكن يفقد الوعي وما يرجع المريض أو اللاعب المصاب. فذلك وجود اختصاصيين علاج طبيعي، يعني الفرق العالمية قد يكون يحطون أخصائي علم نفس وأخصائي تغذية لازم يكون في شخص ملم في هذه الأمور، أو لازم يكون ناس متعددين يخدمون. مثل ما قلت اللاعبين ناس غاليين يرفعون أسماء البلدان، يعني في كل مكان المحترفين يطلعون فلوس حق نفسهم. فذلك كل هذا اللي متعرض للأخطار يبي عناية زينة. صحيح دكتور، أنا أعتقد أن السي بي آر جدا مهم، لأن إحنا قاعد نشوف أن صارت مثل هالحالات هذه ما كانت إصابات مثلا في الرأس، توقف القلب بشكل مفاجئ في لاعب الأوروبية، وسبحان الله هذا اللاعب إريكسون مثلا قدروا أن هم يرجعونه إلى الحياة مرة ثانية بعد ما توقف قلبه، لأن كانت عندهم الخبرة وأيضا عندهم الأجهزة، فحاولوا أن هم يرجعونه بس الوقت. سبحان الله يمكن قبل شهر توقف تقريبا 8 أشهر أو 9 أشهر عن ممارسة الكرة، سووا له فحوصات معينة، الجهد القلبي، سووا له كل هالأمور، الحين رجع يلعب مرة ثانية وطبيعي. فأنا أكد على كلام الدكتور، يجب علينا أن يكون عندنا مختصين في الإسعافات الأولية للإصابات هذه الخطيرة، وأن تكون عندهم بعض الأجهزة اللي تساعدهم على أساس ممكن أنهم ينقذون حياة أي لاعب ممكن أن يصير فيه الإصابات هذه داخل الملعب. دكتور، أنا أعتقد أنه مو بس ضربات الرأس اللي تكون في العارضة، ممكن دكتور أي حركة ممكن تصير في أي لعبة من اللعبات ممكن يصير فيه نزيف. دكتور يجب علينا الأخصائي أنه موجود اللي يعرف شلون يوقف طرق النزيف بشتى مجالاتها، لأن هذا شيء وايد مهم. النزيف اللي موجود في الجلد يقدر أي واحد يوقفه، بس لما يصير إصابة بالرأس أنا أشك أنه يقدر الشخص بالملعب. يعني وجود الإسعاف تكون أمر ضروري أنه يكون موجود، وكل طرق الإسعافات تكون موجودة علشان تحمي اللاعبين من الإصابات الخطيرة جدا. نعم دكتور، أنا أعتقد أن هذه مشكلة نفس ما حضرتك ذكرت، أن الإصابة في الرأس ويكون في نزيف، لأن نبضات قلب اللاعب أكيد 100% راح تكون فوق 120 نبضة في الدقيقة، ودورة دموية تكون عنده سريعة، فالنزيف ممكن يكون أسرع وفقدان الدم يكون أكثر. لكن احنا نتمنى إن شاء الله من كل الجهات الحكومية، ورسالة نوجهها من حضرتك لكل الأندية الرياضية والقائمين على الأندية والمنتخبات، أن شوي نطور من هذه الناحية. نفس ما حضرتك ذكرت وقلت أن أغلب الأندية الأوروبية أو القائمين على الألعاب في أوروبا عندهم أخصائيين نفسيين وأيضا غذائيين وأيضا أخصائيين للعلاج الطبيعي، يجب علينا أن احنا نحذو هذا الحذو على أساس احنا نقدر نوصل حق الاحترافية في التعامل مع هؤلاء اللاعبين. وأهم من هذا كله، أهم من النتائج، أن احنا نحافظ على أرواحهم. دكتور أحمد الحربي أشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.